بص هي ما باظتش قوي يعني، هي لسه فيها امل ولسه فيها امال وطموحات كبيره جدا يعني. كده كده تشيلسي هيلبس في ليفربول، وكده كده جاي ليستر سيتي مانشستر يونايتد. بس هي المعضله دلوقتي هو هل التطور اللي كان موجود الماتشات اللي فاتت علشان خاطر النتائج كانت بتبقى موجوده والمكسب بيجيب مكسب، او هل كان في شغل متعوب على الفرقه، او بعد الماتش بتاع النهارده قدام ساوثهامبتون الموضوع يبقى عامل ازاي. كل دي حاجات احنا محتاجين نتفرج على ماتش كريستال بالاس عشان نشوف الدنيا هتكون رايحه فين. بسم الله الرحمن الرحيم. في ماتشات بتكون منتظم انك تتفرج على ابداع وتتفرج على ماتشات قمه بجد وتتفرج على ماتشات من اللي انت ناقل قلبك نفسه يشوفها بقاله فتره طويله. النهارده مثلا ماتش تشيلسي وماتش مانشستر يونايتد بعد خروج السيتي امبارح قلنا خلاص الكفه بتاعت ثلاث فرق متوازنه ويلا يا عم نلعب ماتش حلو زي البني ادمين، لان النهارده اول جون وصلوا تشيلسي بيقول لك لا مش عايز العب ماتش زي البني ادمين، انا هلعب ماتش فيه كميه فلسفه وكميه فزلكه غير طبيعيه. انت لما تلعب مثلا بالنظام القديم قبل برونو وبولبوك هتعمل ايه؟ هتعتمد على الاختراقات بتاع ماركوس راشفورد ناحيه الشمال، طب هتلاقي ان هناك ناحيه تشيلسي هيكون حاطط لك ويان وهيكون وراه كمان ريز جيمس اللي لاعب سريع جدا وهيكون وراه مكس كمان سيزار اسبليكويتا، يعني نسبه كبيره جدا ناحيه الشمال اللي انت بتعتمد بيها اليمين بتاع تشيلسي اقوى منها بكتير، والموضوع بالنسبه لهم هيكون في تقفيل على المنطقه دي لان المنطقه دي اللي بيحبها ماركوس راشفورد. لا انا هكمل بنفس الطريقه اللي كنت بلعب بيها قبل ما اجمع الثنائيه بتاع برونو وبول بوجبا، انا هلعب بال 3 4 1 2 واحط برونو تحت دانيال جيمس اللي انا برجعه من المكان اللي كان مختفي فيه، وعايز اثبت ان دانيال جيمس زيه زي مارسيال يقدروا يشيلوا الفرقه. طب مارسيال بقى ضرب 3 4 ماتشات شغال يا عم الحاج والموضوع كان بالنسبه له زي الفل، ما لعبتوش النهارده ليه؟ لا انا مش هلعب مارسيال، انا الفرقه بتاعتي كلها رقم واحد زي رقم اثنين. طب ما لعبتش روميرو ليه؟ ما كان دخية، دي الماتشات اللي دخية النهارده تحس ان هو ضارب حاجه والموضوع بالنسبه له بيبقى ضايع خالص، اللي هو تلاقي الجول الاول الكوره خبطت في دخية، بعد كده الجول الثاني تلاقي ان الكوره تصويبه من بعيد قوي جت، والثالث كمان تلاقي ان هي يا عمي مش كده خالص، يعني الموضوع النهارده باين ان دخية مش محظوظ والدنيا كانت بالنسبه له ضايعه خالص. هيطلعوا يسالوك بقى ما لعبتش سيرجيو روميرو ليه؟ ما الراجل هناك ملعب لك كابيرو، يعني انا كنت متوقع ان كابيرو يخربها بس سبحان الله يا جدع، ما كنتش متوقع خالص ان دخيا هيرجع للمود بتاع اسبانيا في كاس العالم، بس لقيته رجع النهارده. لان الامانه المنظومه بتاعت مانشستر يونايتد منظومه ضايعه تماما من غير ما بتلاقي فيها برونو وبول بوجبا، لان برونو وبول بوجبا هيعادلوا يا دوبك هناك جورجينيو وكوفاتيتش. طب ليه؟ ليه يعني كده؟ تشيلسي عمل ماتش ممتاز جدا، تشيلسي عمل جيم تكتيكي عظيم جدا، تشيلسي النهارده كان في الماتشات اللي هي الطب. احنا اتفقنا مع بعض ان تشيلسي في ماتشات بيبقى توب وماتشات تانية بيبقى تحت بير السلم، يعني النهارده بقى من حظ سولشاير ان هم هبد وهم خرب الدنيا في التشكيل، لا تشيلسي قدامه مرحله التوب ومرحله التوب ليفل وانا هنفخك النهارده. فالمشكله مش كده، المشكله بالنسبه لي ان انت لبست جون قبل الشوط الاول، انت نازل الشوط الثاني اول دقيقه تلبس جون، انت قفلت الماتش في دقيقتين عم الحاج يعني. وبعد كده ايه بقى اللي انت عمال تعمله؟ احنا هنرجع نلعب بالطريقه اللي احنا كنا بنلعب بيها، انا هنزل بول بوجبا واكتشفت ان موضوع فريد ده ملوش اي علاقه خالص في الملعب وهطلع فريد. طب ظبطت؟ ما خلاص 2-0 الموضوع بالنسبه لك ده تماما. وايه حكايه الثلاثه ورا دي؟ يعني ايه حكايه الثلاثه ورا؟ ايريك بايلي اساسا تحس ان هو بيضرب حاجه في الماتشات الكبيره وبيضرب حاجه في الماتشات اللي بيبقى عليه ضغط فيها، وكمان لمولدوفا الراجل امكانياته على قدها في معتمد على هاري ماجواير، تخيل بقى هاري ماجواير يكون في يوم سيء جدا هيكون الدفاع بتاعك عامل ازاي؟ طبيعي اللي حصل النهارده معاك ده طبيعي ومعدل فوق طبيعي. يا جماعه انا بحترم اورجون سولشاير بس انا شايف ان الراجل ده مش هو اللي هيكمل المرحله الجايه بالنسبه لمانشستر يونايتد. لو الفرقه حظها مشي وكسبت كريستال بالاس ووصلت دوري ابطال هتكمل بسولشاير، الموضوع بالنسبه لك هيكون ضايع تماما. سولشاير ممكن يكون لاعب فريق كويس يبني عليه، بس سولشاير مش عارف طور المنظومه، المنظومه باينه قوي ان هو في شغل فرديات كان معلي الفرقه الثلاث اربع ماتشات الاخيره، لما انت حبيت تلعب في المنظومه وتلعب في الفرقه رجعت لعقدك القديم ورجعت لمانشستر يونايتد القديم اللي تحس ان مفيش شخصيه مفيش كاركتر مفيش اي حاجه. النهارده انت رامي برونو قدام جورجينيو قدام كوفا والاثنين وحوش جوه الملعب، وكمان موسم مونت اللي بيرجع اوقات يضم معاهم يساعد، وكمان ريس جيمس اللي النهارده كان في افضل حالاته. لا انت بتلعب فرقه كبيره وبتلعب فرقه عناصرها اعلى من العناصر بتاعتك، فليك فلسفه وليه تتفزلك اساسا؟ ليه ضيعت هيبه الماتش اللي كنا مستنيينه والحماس بتاعه امبارح؟ انا مش هكاش مانشستر يونايتد يا اخي، انا على عكس تماما بحب فرانك لامبرد وبحب تشيلسي، بس انا شايف النهارده ان لا سولشاير بالغباء اللي هو عمله جوه الملعب وسائل الماتش كتير قوي على تشيلسي الناحيه الثانيه، اللي هو تشيلسي اساسا لو بيكون في اليوم بتاعه مش محتاج ان انت تديله شويه مساعدات غبيه في التشكيل اللي انت بتعمله. ليه يعني كده؟ انت مثلا يعني بتتفلسف على فلسفه بيب جوارديولا اللي خربت الدنيا امبارح، خلاص بقى اتقابلوا انتوا الاثنين، بس الفرق بينك وبين بيب ان بيب
عنده حاجات يرتكز عليها، انما انت لسه بتبني مسيره. كل الناس بتقول ان انت اقل بكتير قوي من طموحات جماهير مانشستر يونايتد، بس بيحاولوا يبلعوك بالعافيه. بس لما ماتشات ان انت تكون لا احنا عايزين نكسب بطوله، عايزين ناخد كاس الاتحاد السنه دي، لا انا ههبد وهعمل حاجات غريبه قوي في الكوره علشان خاطر اقول للناس يا جماعه انا وجودي في مانشستر يونايتد كان بالغلط. طب انا واكل حق تشيلسي؟ لا انا مش واكل حق تشيلسي تماما. تشيلسي عمل ماتش عظيم جدا، عمل ماتش ممتاز جدا، وتشيلسي اتفقنا قبل كده ان هو لما بيكون في التوب فورم وفي الماتشات اللي هي بيست فيها ومميز مفيش اي حد بيقدر على تشيلسي، والموضوع بيكون صعب جدا انك تتعامل مع فرانك لامبرد وتشيلسي في اليوم ده. انما كمان لما تلاقي ان الفرقه اللي قدامه بتعك وبتسهل له الدنيا، يبقى الماتش ما تستاهلش فيه انك تتكلم اي حاجه. يا راجل اوليفي جيرو جايب جون عالمي قوي من قطعه حلوه قوي بتاعت جيرو، والهدف الثاني موسم مونت برضه تصويبه مش قويه قوي، والهدف الثالث امتياز من لعيبه بس هو هاري ماجواير حطها في نفسه. بص يا عم، تشيلسي عمل ماتش عظيم جدا، محدش يقدر ينكر ايه الكلام اللي احنا هنقوله ده، بس لا الماتش سهل كتير قوي بالغباء اللي عمله سولشاير. سولشاير ساعد فرانك لامبرد بكتير قوي على ان هو يحطم معنويات اللعيبه ويحطم الفرقه جوه الملعب. اعتقد ان يا جماعه ان سولشاير كل ماتش وكل معقل كبير بنستنى من سولشاير يفاجئنا، الموضوع بيكون بالنسبه له ضايع. سولشاير لما بيكون سايب نفسه يلعب دفاعي وهلعب جيم دفاعي قدام الخصم اللي انا معتقد ان هو قوي مني، بيعمل جيم ممتاز. انما انت بقالك 3 4 5 ماتشات ماشي بنظام مفترض انك تسيطر بيه النهارده جوه الملعب، لا مش عارف تسيطر ولا تعمل اي حاجه، حتى لما سيطرت كانت سيطره سلبيه. الف مبروك الف مبروك لجماهير تشيلسي، الف مبروك لفرانك لامبرد، والف مبروك. ونتمنى كمان ان احنا نشوف تشيلسي بيرخم على ارسنال في النهائي، ونتمنى ان هما الاثنين يخبطوا بعض ويطلعوا لنا بطل ممتاز كده عشان نحسم موضوع ديربي لندن والكلام ده. مش خسر اي حاجه لو عملت لايك، والف الف مبروك لجماهير تشيلسي وجماهير مانشستر يونايتد. احنا قلنا من زمان قوي ان مانشستر يونايتد اكبر من سولشاير، وسولشاير كبير عليه ان هو يكون راجل مانشستر يونايتد مرحله مقبله.